اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بمناسبة الذكرى الميمونة لولادة السيدة الصديقة الطاهرة عليها السلام، دأبت جامعة الكفيل وبرعاية كريمة من لدن سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه على تكريم طالباتنا بناتنا التي يلتزمن بارتداء العباءة أثناء الدوام والمحاضرات، وما ذلك إلا انطلاقا من مبدأ التشجيع لطالباتنا وبناتنا للتمسك بقيمنا وبالأخص قيمنا الأسرية ومنظومتنا الأخلاقية والتمسك بنهج الزهراء صلاة الله وسلامه عليها، وبالتالي للبرهنة عمليا وسلوكيا على أن المرأة قادرة على بناء شخصيتها بتمسكها بهذه المبادئ وبالفضيلة وبالعفاف وبالنتيجة للعيش بطمأنينة وسلام. وهذه هي السنة العاشرة لتكريم بناتنا الطالبات اللواتي يرتدين العباءة أثناء الدوام الرسمي، وإن شاء الله يكون هذا التكريم والتشجيع مستمر في القادم بعونه تعالى. نهنئ العالم الإسلامي بولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ونشكر جامعة الكفيل والعتبة العباسية لإقامتها احتفالات لتكريم الطالبات الملتزمات بالعباءة الزينبية بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. اليوم هو ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهو يوم مبارك، وحظانا أيضا في جامعة الكفيل بتكريم المرتديات للزي الزينبي عليه السلام. هذا التكريم يشجع الكثير من السيدات على الاستمرار في هذا النهج ويقوم المجتمع على هذا المنهج. ولادته متباركين إن شاء الله بالولادة الميمونة للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بداية نشكر الكادر والمقيمين لهذا الحفل المبارك، وتزامنا مع الولادة قد أقامت جامعة الكفيل هذا المحفل المبارك لتكريم الفتيات على ارتداء هذا الأرث المبارك للسيدة الزهراء سلام الله عليها، فنشكرهم على جهودهم المبذولة. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.